شو لك جان؟ شو عم تعمل بتختك لحالك؟ روح لعند مرتك، شايفك جبان ومانك رجال، شو بك؟ هلا ليش لنشت عن الموضوع؟ قالت لك ما بيصير بدون زواج، مستحيل. خلصنا، لما كانوا متزوجين كمان قالت له ما بيصير. ما ضل غير يومين على كتب الكتاب، اصبر شوي ومسك اعصابك. حاج سكوت، لك انت جان تيكين، نظرتك ووقفتك وشخصيتك بالمكفى لحالها. اي طبعا، انا رح اقوم. مرحبا فتون. فتون لا تخافي، أنا اللي جيت. يا روحي، أنا رح أنام جنبك، رح أضم مرتي مثل ما بدي. شو هاد؟ لك انت ايمتى طلع لك هذا الكرش؟ لك شو عم تعمل انت هون؟ لحقيني فتون! لك فتون! فتون! دخلي لك فتون! لا تعيطي استرينا مشان الله! لك بالغلط، والله العظيم بالغلط يا ليزا! انا رح ورجيك الغلط على اصوله! لك فتون! لك مشان الله حاجة تعيطي، اذا بتريدي وطي صوتك وطي! فتون! شوفي شو عم يصير! أنا منيحة، بس روحي ضبي جوزك المستقبلي هاد، روحي اربطيه بشي شجرة. كيف؟ لك ما صار شي نهائيا، يعني أنا فكرت أنه أنت نمت جنبها وحضنتها بس هي. يعني أنت نمت جنبها لليزا؟ ايه فتون، اجا ونام جنبي هون، أنا كنت نايمة ويا غافل لك الله لقيته جنبي. والله العظيم ما يدري عماد ليذبحنا سوا. لك أنت كيف بتعمل هيك عملة؟ ها؟ في واحد بالدنيا ما بيعرف مرته؟ اللي بيمشي ورا الشيطان هي آخرته، وأنا حذرتك. اسكتوا! لك اسكتوا اسكتوا! بالمنطق وبالعقل هي أوضة فتون وهذا تخت فتون، يعني لازم تكون فتون هي اللي بتختها وبأوضتها. أنت اللي فهميني شو كنت عم تعملي بأوضتها وبتختها يا ترى؟ ها؟ لكن معقولنا يمسد حامل على الكنباية سيد جان؟ ايه معي حق. معك حق، خلاص انسي، ما في لزوم انه نكبر القصة، ما في قصة اصلا. هيك رأيي. شو رأيك؟ انا رح انزل هلأ وحط راسي ونام، يعني رح ارجع نام بغرفتي. بس فتون، هلأ كل واحد يروح على مكانه، تحركي على مكانك. تصبحوا على خير. سلام. يا حرام شو صار لي؟ خفت كتير انك يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.